احمد تدرون احمد كان يكرهني يا جماعه عاد اشكيكم والله العلي العظيم سرقني يا عيال والله انه سرقني يا جماعه انا دافع بسكن قالوا لا لفيت جنب الجدار طار نصي وين اروح واتخبى بالحمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا والله ومسهلا. عدنا والعود أحمد الجزء الرابع من مجلس راي، زميلي أحمد وضيفنا العزيز الشيخ نايف، يا مرحبا ويا مسهلا. حياك الله نايف الناصر، يا مرحبا. خايس مرة خايس والله، ما أعرف أقول لك نايف الناصر الشيخ نايف، يلا أنا أسميك شيخ. يا مرحبا، إيش عندنا اليوم؟ والله عندنا سؤال. لا ما لازم نشكرهم نحيي بعدين. إيه لا ونحذرهم. إيه؟ لا نعتذر منهم. إيه؟ إن قطعنا والله صار لنا يمكن 3 أسابيع، لكن إن شاء الله القادم أجمل بإذن الله، بتصير فيه مجالس رأي كثير. أول شيء خلنا نسمع صوت فخذ الشيخ. هياك الله أسلم. طيب نايف، أول شيء نبدأ شو اسمه اي والله يا جماعه الخير، اول شيء الله يجزاكم الجنه على الدعم الطيب، والله العظيم انكم اعطيتوني اكثر مما استحق، اقسم بالله. تدرون ما تدرون قال لي 8000 ادخل 100000 مليون و100 ما شاء الله. كم داخل مليون؟ هو داخل قبل كم؟ ما شاء الله يعني الله يجزاكم خير والله، انتم محتاجيني مره. فلذلك اول شيء بنسال احمد، اول شيء احمد الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ليش الحمد لله على السلامه؟ انت جاي من قطر تسال محضرين شيء يا جماعه؟ والله ولا شيء محضرينه والله كذا. يلا ابو شايف تفضل. وش سويت بقطر؟ هل انصدمت ولا رحت فرحان طاير ومبسوط ورجعت زعلان مكسور؟ خسرنا مباراه ثانيه، انت حضرتها بعد؟ والله خسرنا فيها الثانيه للاسف. طيب المباراه الاولى كيف شعور؟ لا نايف طبعا هو الان في حاله قهر داخلي. كان بيروح يا جماعه صلوا على محمد. جانا عرض 3 تذاكر VIP، نايف جابها فرحان طاير وكسرنا بالسعر لين ما وصلنا لسعر ممتاز. ويدفع وادفع ويدفع معانا بدر. طلعت بطاقه هيا من بدري، ولكن في ناس متخاذلين، نايف ما طلعها. رحنا هناك وحجز سكن ليلتين سعره 7000 ريال. والله العظيم انا نايف قطه عسل، الواحد يدفع 3000 قيمه الليله 1500 منطقي صراحه، السعر منطقي على كاس العالم. ويقط معي ويدفع 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 ويدفع. يوم قبل الرحله ويرفضون دخول قطر وهو دافع تذكره، عشان كذا شفته من غير تويتر ببيعها. يروح عليه ويروح دام اللهم لك الحمد فتحت الموضوع. يا جماعة عاد اشكيكم والله العلي العظيم سرقني يا عيال، والله انه سرقني والله. ابي حقي لا اتكلم واقول ترد. يلا دام الموضوع انفتح الان والله، او انت محضر خير. يلا ابشر. انا قبل لا اوريه حجز الفندق اللي ب 7000 قال لي تم، دفعت التذاكر قال لي تم، دفعت ادفع مسكين ادفع. يوم راحت رحلته واتلفت يمين واتلفت يسار، نايف ما تشوف شر الحمد لله خير بس فلوسي ويجحدني يا عيال. بالله ايش قال؟ اقسم بالله انه جحدني. لا دقيقه، طبعا انا شوف انا مو انت وقت الفلوس ما تعرف ام ولا ابو. لا والله العظيم مو بعن كذا. خلق انتم شيء يا جماعه الخير، اول شيء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب ايه، اول شيء يا جماعه الخير اللي صار مو بطبيعي من ضيقه الصدر اللي فيني، مو بانه بس على المبالغ اللي دفعتها. لا والله خيره هذه اول. اي ما اشوف والله ما تدري وين الخيره فيه. حلو. ترى احمد يدري. انا مو فلوسي بس. بجيب. إيه؟ احمد يدري ترى اول واحد يا جماعه الخير حجزت تذاكر. ايه. حجزت تقريبا لنا كلنا، لاحمد ورائد ومودي، من كثر ما اني ابغى كاس العالم. والحمد لله احمد طبعا راح حجز سكن وحجز كل شيء. وين المشكله؟ وين الموضوع؟ احمد حجز ليلتين، تمام؟ وهو يوريني الحجز، حجز الغرفة الواحدة وحجز الغرفتين هي نفسها. قلت ممتاز، حجز طبعا الغرفة اللي هي سريرين يعني غرفة واحدة هي. راح التذكرة، كلمت أحمد الصبح بيع التذكرة قال ما أقدر، عرضت التذكرة راحت خلاص علي. راحت الليلة اللي هي حقت السكن، خلاص ما أقدر أجي قطر الآن، أنا ما أقدر أروح، ما لي فائدة إني أروح. المهم وش سويت؟ كلمني أحمد ما أدري شلون، قلت خلاص ما في مشكلة، التذاكر اللي دفعتها قبل قال خلاص نخصمها. قلت السكن حق الليله الاولى اللي انا دافع السكن حقي قال نخصمه، خصمنا. مو بهين الخلاف، انا ما عندي مانع. حتى ارسلت لاحمد قلت له ابد ما في مشكله. وش قال؟ قال الليله الثانيه خلاص الحين راح تذكره، الليله الثانيه اللي بيقعد هو فيها بقطر ادفع نصها. قلت احمد يا حمار ما تضبط ذي.
راح للفندق قل لهم تفضل يلا تفضل. هي كلامك انا منكم اثنين احمد. الليله الثانيه بقطر ادخل على الفندق قل الغي. قال ما اقدر الغي ما اقدر الغي. ما تقدر تلغي ما عندي مانع. كم قيمه الغرفه الواحده ادفع لك الفرق؟ ادفع الليله حرام انا ما جيت. قال لا. قلت الليله الاولى والتذاكر بدفعها لك. مقطع 20 دقيقه وتتكلم خلص. قضيت تمام ما اطيل النقاش. ارد عليك وجاوبني بيها ولا يوم وريتك الحجز اللي قيمته 7000 ريال وقلت لك نايف انت معي ومكتوب في الحجز كل التفاصيل حقته. قلت لي انا معك صح ولا لا؟ صح. الحجز كان يشمل قيمتين ليلتين صح ولا لا؟ صح. المبلغ انا اتفقت معك فهمتك انه بنص بنص وانه كبير علي فعشان كذا انا وياك بنتشارك فيه صح؟ الان صارت مشكله بالليله الثانيه ولكن كلنا ندري ان حجزنا كان على ليلتين في الاساس فما بيدي اني اغير قبلها بيوم ومرفوض زي ما ذكرت لك انهم رافضين فهذا قرار مو بيدي انا. انت اعطيتني الموافقه في البدايه والقبول انك معي بالسكن لمده ليلتين ووافقت ووريتك بالضبط الحجز كيف كان وعطيتني الضوء الاخضر اني ادفع قلت لك نايف بالنص بالنص قلت لي تمام صح. انا دفعت بناء على كلامك لو انت ما بتكون معي كان ما راح ادفع حق القيمه هذه ومده ليلتين. انت ما راح تلم الفندق قلت بجدد؟ لا ورب العزه والجلال والاكرام. احمد انت وقت تسولف لنا تقول اني انا بجدد ثالث كرشوني على حقتي وحقتي يعني انت بتسكن اصلا؟ لا لا بي ولا بدوني؟ لا تاخذني بالصوت. لا تطقطق. لا تاخذني بالصوت. لا تاخذني بالصوت يا جماعه من دون كاميرا وكاميرا كثر. لا تاخذني بالصوت. لا لا اسمعني سؤال. انت سؤال سؤال بسلك سؤال وخليني ارد. انت الليله الثانيه ايه انا ما عندي مانع الان لو ترد علي اسولك اللي تبي. الليله الثانيه انت يا احمد الان مو بتقول عيو عليك؟ لا انا اقول لك الان تسمع مني تخلي اتكلم. انا حاجز ليلتين صح؟ ايه كملتها كامله. طيب الليله الثالثه كلمت وابغى امدد. ممتاز خليني اخلص. ممتاز خليني اخلص كلامي. خليني اخلص كلامي ممتاز. انا معك انا معك. لا تقاطعني لان ما عندك اسلوب حوار. والله العظيم انا معك. انا خلص كلامي. برنامج محترم لازم ناس محترمين. طيب تفضل. اتمنى منك تخليني اخلص كلامي بعدين ترد. انا ما عندي مانع خلصت. طيب كلامك. طيب خلصت حمل الحين. خلصت الهرجك ما خلصت. اذا قلت لك خلصت قدام 20 ثانيه يلا يلا اي تكفى نبي ذولي. ممتاز. الليله الثانيه يوم خلصت رحت عند الليله الثالثه ابغى اجدد. ممتاز. ولكن طلبي في التجديد كان اني ابغى فئه اقل عشان اقدر اكون شخص واحد فيها. ممتاز. ورفضوا فما قدرت طلعت من الفندق على طول بناء على اني ما كنت اقدر اتحمل البجت المكلف للفندق. فانا يوم اطلب منك ما اطلب منك حق الثالثه انا اطلب منك حق اللي اعطتني فيها موافقه في البدايه والله وليتك. ممتاز. الان انت يوم طلبت منهم الغرفه يا احمد انا قلت لك من اول يوم بسد ما تفهم قلت لك احمد قل الفندق يغير لك عادي. رفضوا. ما احمد اتحملها انا. اصبر رحت للفندق الالغاء شيء ثاني لكن ما رحت للفندق قلت غيروا لي. ممتاز. ما رحت للفندق لو كان رايح الفندق قال غيروا لي خليك معي جاي يا رايد يحكوا فيها عشان عشان منطير رايد. ايش قلت انا؟ تخيل في يوم الفندق في يوم في ليله السكن الساعه 6 الساعه 6 المغرب يكلم كنايف يقول الغي لي اليوم هذا الفندق تتوقع بيقول لك تمام بنلغي لك الست ساعات اللي من الظهر. لا 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 مو ملغي لك الفندق الليله يقدر يغير لك الغرفه. فمثلا رد على سؤالي إيه؟ انت حجزت عند الفندق صحيح. صح انا اسالك سؤال واضح وصريح إيه؟ هل رحت للفندق إيه؟ وقلت لهم يا فندق لا انا برا ما رحت للفندق. ليش ما رحت؟ اتصلت. ليش ما رحت للفندق؟ اتصل مو انت مي غلطان انا ولا انت؟ انت الغلطان. شلون انا غلطان؟ انت اللي رايح عليك الرحله بسبب غلط منك. ممتاز انا راحت علي. انت تتكلم عن الليله الثانيه افهم يا احمد الليله الاولى. لا لا الليله الثانيه تتكلم انت عنها مو انا. انت اللي غلطان يا أحمد. انك ركز معي الان مشكله مين مشكلتي انا ليه اعطل جدولي واعمالي وشغلي ومتعتي عشانك انت؟ اسمعني انت راحت رحلتك انت تحملها. انا تحملت خلاص جيب فلوسي. لا حقي. لا ما تاخذني بالصوت يا ابو شايع. مو صوتك الليله الثانيه اللي انا مالي دخل فيها رحت تتعشى وانا اقول لك احمد ترى ماني متحملها. اعطل جدولي وعشان يا سلام فلوسك خلاص فلوسك الحق وراك انت الحق وراي ايش دخلني انا انت الحين تلحق وراي بعد ما تروح تعطل على يعني نفسك يعني نايف انت الان قدام المبالغ هذه انا خليك معي خليك معي اصبر 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 مشوح لازم فهم شيء يا ابن الحلال يا احمد خليك منطقي انا اكلمك بكل وضوح قلت لك الليله الاولى قال لي انا ما جيت لك على خشمي وعيني لكن اصبر خليك معي كلنا بنحجز لو حجزت ثلاث ليالي سؤال لو حجزت الحين سؤال بسيط جتني بنفس يوم الليل خليك معي لو حجزت ثلاث ليالي يا احمد وانت ما ودك على ما على كلامك تعطل جدولك وتكلم الفندق دقيقتين اتحملها وراك. لا لكن جيني بنفس الليله كيف تبيني اسوي بنفس اليوم بكره الليله ما جت الليله الليله نفسها اليوم من برامتها خلصت خلاص انت ما تدري مو على كيفك يا اخوي على الجدور هذول اللي بيحكمون ايه انتم محكم الكومنت مين اللي معاه حق سمعت من الطرفين انتم محكمون دام الوضع انا قلت له بكل بساطه دام الوضع خناق اذا بتعطيني المبلغ ما في مشكله احمد والله العظيم لو الريال مو بلي ان يجيك قبل ما تتكلم كذاب قسم بالله لكن انت مدلع
دق تليفوني يقول لي ابى اتعشى ما نبراح للفندق انت تدفع النص. طيب ما في مشكله روح عند الحجك ظبط امورك. ترى ايش قلت له؟ نسيت اقول لك هذه مهمه هذه مهمه هذه مهمه. ترى ايش قلت له؟ قلت له يا ما تبي تروح الفندق تلغي الحجز الليله الجايه اسالهم سؤال بكم لو باخذ غرفه؟ لا تلغي ما في لا تلغي لا لا القيمه كقيمه انت اسال. انا المشكله انت اسال. انا اسال ليش انا اسال؟ انا ما حضرت انا برنامج محترم يا جماعه خير لا تطلبوا انا ما جيت يا رجال. طيب بما ان الوضع مهاوشات ابى اتهاوش انا ومتابعين امون عليهم زي ما تبون على بعض وتحكون على بعض الحين ابى اتهاوش معهم. عزيزي المشاهد انا رايد ودي اني اغير لكم محتوى شوي اغير شوي ممتاز. طيب يوم غيرت لكم محتوى ليش تكتبوا لي بالكومنتات مقطع خايس ديسلايك؟ ليش ما تبون يا اختي؟ والله العظيم قلبوا علي قلبوا علي. لا انا ما اقلبوا عليك والله العظيم. مقطع مو بحلو ديسلايك. طيب اذا مقطع مو حلو جيب تعال باسلوب رايد المقطع هذا يعني محتوى يبي لك محتوى مو بديسلايك كذا على طول تقلب علي ليش؟ والله خليني اقول لك شيء افضل حارس بالمدرسه شفت مدرس رايد جبت افضل حارس بالمدرسه بس اني خليته يمثلك تسمع خليك اول شيء انك ما تعرف الناس هنا قاموا يسبون حارس الحارس السبك الحارس هو قوي بس هو مسوي نفسه كذا قال لي الا وترى واضح تمثيل اكيد تمثيل انا جالس امثل عشان ابين لكم فكره حلوه يعني فالله يسعدكم يعني اذا ما عجبكم شيء تكلموا بس بنسوي وما ينفع فهمتوا بس اني احبكم رب الكعبه. طيب شيخ نايف ابسالك كذا سؤال اتوقع بلساني وبلسان المتابعين ممتاز ايه بالصلاه ايه في اكثر الناس في ناس كثير اذا صلى ينشغل فكره بشيء ثاني وكل صلاه يصليها كل الناس اي وكل صلاه يصليها يفكر مثلا يفكر مثلا الله اكبر بعدين يفكر بالكوره مباراه سعوديه كل الناس يفكر بمقطع اليوتيوب وش الحل كل الناس والله وش الاسباب اللي يفعلها عشان يركز بالصلاه او يركز بالخشوع؟ حتى في واحد جاء الواحد من العلماء انا ما ادري مين بالضبط بس اظنه كان احمد بن حنبل وقال له انا مضيع مفتاح ومضيع شيء ما ادري وش مضيع حاجه مهمه عندي انا ما اتذكر بالضبط قال له سرق ركعتين قال اقول لك انا مضيع قال ما خلص سرق ركعتين في نص الصلاه قطعها قال بالشرك لقيته قال لي ما يخليك الشيطان تصلي يقدر يخليك تفكر لين تلقى المكان اللي انت مهوجس فيه بس حرب العالمين كثير من الاشياء تجيك وكثير من الهموم وكثير من الامور تفكر فيها حرب اذا كبرت هذا طبعا شيء موجود وشيء اساسي قلت تكلمنا فيه بث احمد قبل من الاشياء اللي كنا نتكلم انها حل غير اللي انت متعود عليه ترى يا جماعه اعطيكم مثال بسيط اللي هو الصور الكلام من الاذكار من القران من التكبير غير يعني بعضنا مثلا اول ما يكبر يدري انه بيقول قل هو الله احد والركعة الثانية الكافرون مثلا أو شيء وخلاص بيسلم نفس عدد التسبيحات نفس عدد التكبيرات كل شيء تمام غير إذا ركعت مو بس سبحان ربي العظيم ثلاث مرات زود غير الآن أنت تستشعر أنك قاعد تجيب شيء جديد مو بعقلك الباطني هو اللي حرك فهنا تركز أكثر الشيء الثاني حاول أنك كل ما بديت هواجس تقطع طبعا الهواجس تجينا مو بإذا أنت صليت إمام أو صليت لحالك إذا صليت وراء إمام إذا صرت مأموم إذا صرت مأموم الإمام يقرأ وانت صح هذه مرة صعبة فمن الأشياء اللي وجهنا عليها تغير صور يعني تغير لا إذا كنت تقرأ لحالك ومن الأشياء اللي وجهنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم النفث ثلاث على يسارك علشان تبعد الشيطان هذا اللي حاول يوسوس لك برضو من أهم الأشياء إنك تستشعر إنك قدام الله سبحانه وتعالى هذه صعب تستشعرها لكن إذا استشعرتها إنك أمام الله سبحانه وتعالى وإنك تصلي عنده أو تصلي لله سبحانه وتعالى هذه ترى تخليك صلاتك تتغير طيب أبيك تسألهم سؤال لكن ما تجاوب عليه اللي يعرف بيجاوب الكومنتات سؤال التسليمة أطهم طيب هذا السؤال لنا كلنا أحمد يجاوب عادي واحد يصلي يا جماعة الخير يصلي عادي هو في وسط الصلاة جاء بيسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وقام صحيح السلام باليمين واليسار سنة واحدة ما سلم ثنتين شو رأيك أحمد واحدة قال السلام عليكم ورحمة الله وقام صحيح السنة إنك تلتفت تقول السلام عليكم لكن إذا أنت وأنت في التشهد قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هو قال واحدة قال واحدة ولا تلفت واحدة ما أدري فيها لكن اللي أعرف إن التلفت مو هو بواجب تلفت سنة ها السلام
ايش رايكم؟ انا اقول لا ترد، لا تجاوب الحين. طيب خلهم يجاوبون بالكومنتات. احمد يقول ان الالتفات سنه، فعاد ان الواحد يسلم، بس هو ما سلم مرتين، سلم مره، قال السلام عليكم ورحمه الله وقام. جائزه ما بأفتي، ولكن لأنه السلام عليكم ورحمة الله اللي في جلسة التشهد الأخيرة هذا ركن، ركن ينطق قول، فأنت قلت الركن، ولكن التسليمة الأولى والثانية هذه سنة، فهذا والله والتسليمة أعلم. التسليمة السلام عليكم والسلام عليكم سنة، هي ثنتين سنة، كل الثنتين سنة، سنة كلها. ايش رأيكم أنتم؟ عاد علمونا. علمونا أنتم. إيه يا جماعة أنا بسولف لكم سالفة. طبعا هذه دائما يو دائما تجيني دائما. أحمد الحال بعالم الحال، رائد عالم مختلف، انا عالم مختلف، صح؟ دائما يسالوننا شلون تقابلت، كل مره يسالون السؤال ذا، وشلون تعرفت، وشلون عرفت رائد؟ ترى رائد ما دخل اليوتيوب الا اخر حياته هالش اسمه يا ابو والله من فرعون انا والله اخر حياته حق السوشيال ميديا، ولا قبل انستغرام وش اسمه وسناب، وين رائد شلون تعرفت له؟ والله والله يمكن قبل 9 سنين، قبل فعليا 9 سنين 10 إيه حول العشر. انا ما اذكرك. اي انا قد قلت سالفتي وانت عرفت عليك. اي قد قلتها. وش اي اسمع السالفه ذي. كنت بشقه رايد، هذه يوم تعرفت انا هذه اول مره اشوف نايف، كنت انا وزيد ورايد ما كنت علاقه، انا وزيد وناصر وقول عيال كذا واحد بشقه رايد، حلو قبل لا يدخل باور شوي، اللي يجي واحد طويل هرش عملاق ويسلمون عليه هلا ومرحبا هلا نايف هلا نايف، يدخل جلس. انا جاي الشقه عشان شيء واحد، يلعب الليل، ابغى العب لعبه الليل الاسود. طبعا الشقه بعيده مره عن مقر العيال، مره بعيده، كنا طايحين في اللعبه هذه، وقاعد اجهز الورق من يوم تعبت، وانا اجهز واضبط وعد عدد ولا يوم يدخل نايف يجلس. دخل نايف شويه لا سالف شويه، يلا مو مشكله يسولف شويه. كنت ألمح أنا عيال، ها متى نبدأ نوزع نلعب شوية، اللي يشطح واحد من العيال زيد الظاهر، زيد جنب إيه؟ أحمد قال إلا قل القصة، قال إيه؟ أحمد إيه لا لا أصبر لا مو الحين دقيقة. يسولف يا عيال عن قصة الظاهر موسى، يمكن ربع ساعة ثلث ساعة سولف شوية، اللي ينقص زيد. طيب يا شيخ القصة الفلانية، أول ما قالها أنا طالع بنايف ما كان يطالعني، ودق زيد اقول له قص خله يقفل فمه على الدقه، على نايف يطالعني، الله يقطع ام الموقف. نايف فهم اني ابيه يسكت، وانا ما اعرف نايف ابغى العب، ويستلمنا نايف القصه اللي بعدها ونص ساعه ثانيه تسك عاد جاي من كم تو باث منزل مقطع. اي بعدها الظهر بدينا نسولف. اي بعدها قالوا الا تعالوا، قلت لا الحين خلونا نلعب خلاص. طبعا شوف المعلومه يا جماعه، احمد كان في زحمه. طبعا احمد اللي ما يعرفه من بعيد، لو تشوفه من بعيد كذا عبوسا قمطريرا، لا 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 زين والله كذا، بعدين يسلم طبيعي عادي لمان عليك. فانا قلت ما ادري، زيد تبشش يوم يا عيال يبي داخل على ناس يعرفونه من 10 سنوات يسلموا عليه ورا، انا ما اعرفه إيه؟ انا اسمع واحد يهبد بالسوالف يهبد هبت ما ادري هو صادق المعلومات اللي عنده من وين يجيبها، الادله حقته، اسمع طاع يمين طاع الغرقه في البحر وانا جومه، واسمع يبيني اسوي، يبيني اتفاعل معاه وانا ابغى العب. اصبر دقيقه. المهم ضاق صدري من احمد، قلت يا اخي ذا ما جاز لي كذا، قلت بيني وبين نفسي نفس شعوري مع رايد، قلت والله ما جاز لي رجل، ما جاز لي زيد سبحان الله، ما اعرفه ما قد شفته بحياتي، احمد يمكن قد شفته بمقطع قبل، زيد ما قد شفته ابدا بالحياه، سلم علي ذا احمد. طيب متى زادت؟ يا مني وانا سولف قلت اسكت، يقول لزيد قلت ذا الولد ذا هذا ما يستاهل، هذا بارد وجه، هذا ما يستاهل ذاك ذا، الله يستر بس. المهم تمشي تمشي الايام عادي. بعدين طلعنا ببث، احمد جاء على جنب قال انا ما بيطلع معكم. بعدين طلعت ببث لاحمد، الا عسل الولد رهيب، الوجه اللي يحوم الكبد مو فيه، ويجوز لي وانبص. يوم راح احمد جلسنا كم يوم، قال رائد ونسولف انا رائد، قلت اقول ورا ما تجيبه. بعدها صارت سفره. اي والله الله بعدها انا اما رائد يو رائد زمان قبل، انا بعلمهم سالفه قبل 10 سنين، في واحد من اخويانا قال اليوم بجيب ولد عمي، غريبه قليل يجيبون ضيوف، المفروض احنا بس العيال جيبها، قول له ولد زين هذا شبي، وسولفنا سوالف دين، وكان يركض وثم أطلع
نمنا سحبنا عليه والله وانا سالف نام كله استكنينا صوته اذا قال ثم ما هنا تعال النوم هو متى يجينا يجينا اخر الليل الساعه 11 خلص شغله يجينا اول ما يجي نفرح الله يا جدول يا نفس فرز النام والله هاي الواحد من الايام ما اعرفه ما امون عليهم نايم على فخذي إيه بعدها لعبنا بلوت الا جاك تي هذا شبي حكم ثاني خلصنا بلوت سولفنا عن انمي كل الانمي متابعها جاء واحد قال مين بالله اللاعب هذا ويسأل عن كورة قلت وش ذا مطوع في الكاميرا يعرف كل شيء هذا دين الدنيا ما شاء الله ما شاء الله وأحلى الناس تعرفت عليهم والله العظيم طيب أنا كيف عرفت رايد أحمد تدرون أحمد كان يكرهني اصبر كان يكرهني كان ما يحبني بس ما عمره قبلت عندي نتكلم ونشرح رايد كان يبث أيام الحجر حلو بدايتي والقبول دائما يجي من الله سبحان الله ايه يعني ممكن الان في واحد يطالعنا ممكن انه مو قابلني او كان مو قابلني او مو قابل اي واحد فينا كذا ما في قبول ما سوى له شيء بس ما في قبول صح. من الله يجي القبول تمام فانا كنت اجلس مثلا بعد البث ادخل اشوف الناس اللي تبث اسوي هوستات مره رايد كان يبث ولكن رايد كنت ادخل بثه وطالع بوجه الداشر السبوت والله طيب وجه الداشر عرفت بارد وجه ايه وبارد وجه اي واحد يذبح يسبل فيه تسفير محترم شوي يعني يتكلمون بشات يقولوا سبل فيهم اقول هذا واضح انه ما له خوي ذا شوي اللي يشوف العيال زياد ردي بروكن مساعد ومن عارف من يتابعون يتكلمون يسولفون وجه اتابع وجهت يوم اليوم سويت له هوست وادخل وانا اسوي تذكر لما اسوي له هوست اي والله اني اذكره واسوي له هوست واشوف وجه جديد طلع عن اللي انا ادخل في نص البث اشوفه ترحيب سوال دعاء اي كان يدعي كان يدعي مع الوقت بقى وين قابلتك اول مره انت مودي اي بس وين بالاستراع بالشقه اتوقع لا قابلتك في مكان اي والله اي والله ذكرتي بنطلع مخطط مرني واحد ادو انحدين بدو صار انه هو يمرني مرسيدس انا ما اعرف كل اخويا كل صابونه كابرس هذا الغني مرسيدس قلت وش ذا الغني نين احمد هالكبر وجهه كان سمين اول ما ركبت معه باع السياره من بكره خلنا نصعب عليه والله انا اتوقع انه مخطط اي والله يوم جيب لحم من بعدها يا ربك انت جمعناها الدنيا انت كنت تعرفني قبل نطلع ايه من مودي اتوقع ايوه ايه وين عرفت احمد شهرين وثلاث شهور لما بعض منقص اي والله قبل لا نطلع ايوه منت عليه بعدين تقابلنا صح منقص مو بنفسك كذا جاني كذا وجه وانا ما اعرفه ايه لا انا متعرف عليك من الالعاب ايه امنقص مودي قبل هذا صديق العاب يا جماعه شفتوا اخوياكم بلا هذا واحد من ولا لي بالالعاب والله العظيم ولا انتم شايفين العاب باليوتيوب ما العب انا تبون ضحك وناسه وسواليف وكذب ازلوا اما لعبه ما اعرف ترى المعلومه يا جماعه الخير ترى كنت ما اصور ولا شيء حتى سناب مقفل اي والله خاص والله العظيم يوم بديت ابث مع رايد ومن بثيت مع احمد ويشبون علي الا اني ايش افتح السناب واتذكر احد في مع بسام قلت بسام شوف سنابي 1000 مشاهده اول 1000 بالعالم والله العظيم بدينا عاد بثوث بحرب العالمين عاد تنفتح الله يجعل فاتحة خير يا رب طيب وش بعد؟ رايد وش أول هوشة بيني وبينك؟ أول هوشة بيني وبينك يا أحمد هذا عبد فلوس لا أكبر هوشة بيني وبينك اسمع أنا بقول طلعنا أنا والشيخ الإمارات دم تاوش إذا أنا ماني معهم لأني أنا مشيت معهم وهو شايكون بإيش؟ فلوس دائما عاد ترى في لبلات هذا المستوى لبل كان عالي والله جد اقسم بالله اللي رفع سبع طلعنا نحضر مباراه الهلال كان ابطال اسيا نصف نهائي ضد تشيلسي ايوه ضد تشيلسي لا بس في قبلها هوش لا هذه اصبر احنا في الامارات اللي قبلها خفايف في واحده قويه قبلها حقت الدونيشن هذه لا حقت يا اخي اصبر يا اخي شو اسمه في واحده اتوقع على وقت سفرتنا لما جورجيا حقت ركوب مركوب
كلها تقولين لبعض. طيب عشان تفهمون، نايف شخصيته شخصية صاطية يبغى يسطي، وأنا ما أداني اللي يسطي. تسطي علي أسطي عليك، ما تسطي علي. لو والله لو أنت مين ما تسطي علي، لازم يكون في احترام. وأنت ترى من غير قصد والله. إيه إيه طبيعي، هو إنسان قيادي حلو. وأنا نفس الكلام، ما أحب أقول نفسي. جينا بعد المباراة قال نايف، هذا غني وهذا غني، أنا لا 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 انتم لازم اعرفكم عن شيء ما تعرفونه. طبعا اذا ما تعرفون، نايف من اكبر تجار المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله اذكر الله. ايه صحيح. ايش فيك علمك؟ طب صحيح صحيح. واحمد ما في قلت فقير. سبع بطايق بس الله اول مره اشوفه. الزبي طلعنا من الملعب يا جماعه، نايف قال بخاطري ابغى استاجر سياره فخمه. يا نايف يا نايف ابغى كورفت، ابغى كورفت، يبغى كورفت. من وين كورفت 11 الليل وندور وندور؟ لا 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 لا، ونروح محل ونطيح بشاي بامارات. يا مرحبا يا عم كيف حالك؟ عنده الموتر اللي يبغاه نايف ب 1700 ريال. جاء نايف يسولف معه، قال يلا وقت الدفع كالعاده. مين اللي بالوجه؟ احمد المسكين. واطلع والله ما معي 1700. يا الله ويلف عين نايف. احمد تكفى تستكفى. قلت ايش؟ قال روح اسحب فلوس. اسحب فلوس قريب. ايش الصراف الحار قاعد تمشي يمكن نص ساعه واروح قبل اطلع. ما بقى يا احمد تعال اسمع، خلنا نسجل السيارة بجوازك، عطني جوازك سنسجل. نايف لا لا نايف كثير ما يصلح، سجل انت بجوازك. لا يا احمد جوازك انت وتروح تسحب انت وانا اللي اسوق. اذا صار فيه نشد بيني وبين نايف، يا نايف واروح اسحب اعطيك جوازي. وانا رايح اسحب وارجع على اساس ان الاتفاق بيني وبينه انه انا بسوق وهو يقول انا بسوق، يعني من باب انه اللي تعب في الموضوع. وانا رايح لمده هذه نايف جالس حاطج على رجلي يشرب شاي ويسولف مع الشايب على مباراة الهلال سوالف والله سبوا سبوا حرنا. وانا جاي معرق ألهف. تفضل أعطيها الفلوس الجواز. نايف وينه؟ قاعد يشوف السيارة نظيفة برا ولا لا؟ خلصنا كل شيء واطلع. شوية لقى نايف مع المفتاح وراكب قدام. اصبر اصبر دقيقة استنى، في شيء يا جماعة. ترى احنا صح شوفوا ما في شك اننا يعني نتحمس وذا، لكن والله العظيم يا جماعة سواء احمد من طرفي او انا من طرفه او من طرف رائد او طرف رائد علينا، نحاول انه اللي يعجب الشخص. احمد ترى يوم جاء الحين الناس يوم جاء قال ما بجوازي، قلت تبشر حط جوازي انا، حطيت جوازي لدرجه ان الرجال نفسه قال ما اقبل صوره، اخذ الجواز الاصل. طبعا مصيبه تترك جوازك الاصل ونطلع من ابو ظبي لدبي، لكن قلت ما في مشكله اعطيته جوازي الاصل وصارت سالفه. بعدين اللي قوله المهم عشان في حاجة برضو نايف نسى يقولها، نسى امسى مسكين اني دافع التأمين زيادة 500. ما في مشكلة ما في مشكلة، لا والله مو 500 3000 2000 2000 دافعها زيادة ما في مشكلة. نسى ينسى وادفع وادفع. ولا نايف جالس في السيارة ولا متفق، نايف خلني اسوق تعبتها بجلس ابغى انبسط، انا معي الانترا والله ما اعرف السيارة ابغى انبسط. قال لا قالها مو بطريقة إنه يبغى، قالها بنبرة الأمر. هي يوم قالها بنبرة الأمر ورب العزة يا عيال إني مت. والله يا جماعة من غير قصد أقسم بالله يوم جابها بنبرة الأمر إني تحولت. خالك سويت بعدها والله إني ناسي. إيه زعل زعل، قلت والله ما تزعل وانزل. قال قلت والله ما تزعل وانزل واركب من وراء وخليه يسوق عشان تعرفون إني حنون. إيه ياس تذكرت الحين. مشينا تاك طبعا اللي جنبي مطنقر ومبوز طول الخط. والله والله كذا والله. لا والله من كثر ما هو مطنقر. لا لا والله انا خايف، يعني اقسم بالله اني خايف من موضوع الجواز لسببين. سبب وشو اهم سبب؟ اننا رايحين دبي بدون جواز، بسكن بدون جواز. حلو، وهذا اللي كنت خايف منه. لكن لكن لا والله ما كنت يعني متضايق، بالعكس. المهم واحنا ماسكين خط الا نايف يطري لي موضوع. يا جماعه احمد فلوسي وينها؟ اشترى الطايز يا ولد. هذا يبغى هواش. قال حقه البث اللي يوم بثيت معاك كنت قلت 50%. متى هاي؟ بعضكم يذكرها بثينا بث احنا الثلاثه. لا تكذب ما قرب الوقت ذاك ورب العز. ما تدري صار. اسمع اسمع والف عليه واقول له نايف انت صادق. اسمع بدور نحاول والف عليه واقول له نايف انت صادق. وانا بالخط
كي انا معك في البث. طبعا يمهد ليه عشان ما يبغى يدفع النص حق. لا لا والله لا والله. طبعا احمد احنا نقاش عادي نسوق قوت الحراره وقف. ايوه 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 اسمع الحين وقف وقف السياره بدينا. اصبر 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 اصبر. يوم قال اسا انا صدمت انا ابغى اسوق. طيب يوم قال واحنا في نص الطريق ولا في يقول انت صادق يقول لي وراح البق على جنب ولبك والله لبقت وقف الموتر بعد نص ساعه على السيارات السيارات شط بالتريلات احنا نص هاي وي يوم قلنا دي شلون ويدخل ويحلف واقسم والله اللي فيك ما يخطر يا ساتر ونطلع يوم خذ نص ساعه ونعشي كل شيء طبعا اسمع وصلنا متى على الساعه 1 بالليل ما ساق لا ماسك كم حبيب والله حنون حبيب ايش كرهني بالموتر كرهني بالسيارة والله يا جماعة ركزوا كنا نشوف وجهك نايم كذا لا لا والله خليك لك شيء يزعل أبي بارد احنا وش الحين وش 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 الموضوع يا جماعة طبعا احنا تهجولنا مرة ترى احنا نناقش نستنى مين نستنى ثامر اخو رائد مع شناطنا شلون مع شناطنا لا تسألون هذه سالفة الحال وصلنا هناك وصلنا عند المحطة واخذنا شناط ونبتل شلون ركب الشنط ما يكفي ونحط واحدة ورا واحدة قدام هجولة هذيك اليومين يا جماعة الخير في حاجة مهمة ما قلتها كيف تعرف ان اليوم انتهى بأفضل شكل ونروح للحجز فندق يبغى نروح عشان تعرفون اني تهجولت هجولة يا جماعة وانزل بالفندق جاء نايف ابغى يسوي تشيكن يدخل قالوا ما هدخل قال ليه جوازك عند ابو ظبي راح جيب جوازك يا جماعه والله. انا دافع بسكن قالوا لا كنت بسكن بنام والله دايخ قل لهم قل لهم خويك رداد ايش سووا لا احمد اصبر 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 لا احمد بيبدا لا لا اصبر اصبر لا مو بالحين اصبر انا سوى شيء سويت شيء انا شوف بلعت ها شهر قدام وانا متضايق اذا جلست لحالي قل واحجز غرفه بفندق ثاني ايه وتاب دقيقه نسيت اقول لكم طبعا الغرفه الفندق هذا حجزنا غالي غرفة مرة غالية زين فالليلة تقريبا بثلاثة وشوي فلان بيسحبونها قالوا نسحب الليلة كاملة تخيل شوف الندالة نسحب الليلة كاملة وتروح ويروح حجزكم يا جماعة المهم وحاول وسوي كل شيء ركبت أنا وأحمد قلت خلاص ما في إلا أننا نحجز ندور لنا فندق يقبل رحنا فندق ثاني قدامه بينهم تقريبا شارع ما يقبل الفندق هذا بدون جواز سوى احمد راح عندهم وحجز غرفه وكل شيء وطلع ورمان المفتاح انا درك ايه رمى المفتاح بالسياره قال يلا يلا ركب السياره وانزل انا وادخل الفندق واشطب الاستقبال واجي من ورا ومعر ابغى نام والله يا جماعه واضغط المصعد يجي جنبي واحد انا متوتر ورقة فوق يا وفت علين ده يوم دخلت الغرفة وحس بالأمان ايه تجحلطتو اسمع لا وبالليل طلبنا يوم طلبنا هذه اللي شهرين وانا نار الغرفة صغيرة احمد ما حفظ احمد القهر من السرعة ما حجز سويت غرفة صغيرة وانا كبير اسمع هذه اللي والله يا جماعة الخير قهر جاء الان بيدخل العشاء طالب من الفندق انا طالب اكل طالبين كل شيء قال نايف جاء حق العشاء لا يشوفك قلت طيب لفيت جنب الجدار طالع نصي وين اروح واتغبى بالحمام والله يا عيال الرجال داخل وانا بالمروش منضغط والله العظيم كل شيء والله لا تسوى علي لو نايم بخيمه بالمروش استناه واحمد يحاسب ويقول تفضل انا اقول اطلع يا عيال والله منضغط المروش فوقي حتى كل شيء صغير المروش واصل لين راسي واستنى ذا يطلع يا الله اقسم بالله ضغط مو طبيعي ذاك اليوم حسبون خلصنا ما خلصنا يوم نمنا وقمنا ايه تهاوشنا نقر تهاوشنا احمد ما عجبه الاكل احمد لو يروح للنرويج بجبال النرويج يطلب هندي الا تك مساله لا هذه اصول في السفر واحده لازم هندي واحد طلبنا هندي عادي وانا لما الاكل قلت يا اخي ماني بلام ذي قال يا مدلع قلت كل دبل قال لا خلك نرجع نفس انا اللي طالب وانا اللي دافع وانا اللي مدخل ومكلم وكل شيء خلص اكل
انشدح على شريري. بغيت اموت يوم انشدح. يحسبني خادم فرعون. يا فرعون. يا يدور. انت عندك تحسب الناس كلها خدم. وانا جاهز. المهم قمنا من بكرة. قمنا من بكرة. خالد بالجدول. ويركب السيارة احمد واسكت. يركب السوق وانا مسكت. اي سكت كسر خاطر يلا. والله سكت ابغى سوق ابغى سوق الكار والله وجوازي مو معي ومهرب تهريب من الفندق واحمد يسوق. اسمع لا وفتحنا الكشف ومستانس بالنظارة وانا قايل يا زيدك من الشربات يوم دخلنا خلص اليوم قال برسل لكم سطحة تنقل السيارة وتعطيك جوازك جوازي عند سطحة ونحجز فيلم وتقروش. اي هاي تقروشت انت فيها. تقروش تقروش ضاق صدري. قلت احمد ندقدق على الرجال قال انا وصلت قال احمد بدا الفيلم اجي معك قلت لا روح انا بروح للرجال وانزل من شو اسمه من برج خليفه ذا المول واروح واقطع الشارع واروح يمين ويسار وذا ونجي عند السياره وما ادري شو السطحه وما السطحه وما ادري واخذ جوازي وافرح اني اخذت جوازي الفيلم راح نصه طبعا وارجع من جديد وتهجول والله هجوله مي طبيعيه لكن الحمد لله كان يعني افضل شيء صار ذاك اليوم اننا حصلنا الجواز طبعا اللي صار بالمطار عند احمد وبندي يوم 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 جينا نسوي تشيكن قال وين التحليل ركض كل الرحله ركض انا وانا بالطياره جالس كم يوم جلستوا كم يوم جلستوا كل ذا يومين كله ركض والله يومين يا رب لك الحمد ان خير شو اسمع الترتيب ما ترتب تتبلش ترى اقسم بالله تتقروش انا اي ما كانت خطه لا ترى نرجع ايه احمد اسافر معه كثير انا احلى ما فيه وشو ويمسك كل شيء يلا ودي بمحل كذا وجل اللوكيشن ورايح له ولا ايه هذا احنا ويمسك فلوسنا مطعم هندي لازم انا اقوله صنين حداك هو بعد ينام صح انا طول الوقت بالحمام بس سهرتي كلها بالحمام جالس قولون يضرب مطعم هندي يا اساسي يا حبيبيني والله العظيم كانت اكشن اقسم بالله كثير والله العظيم انا ما ادري انا غريب ولا ما في احد مثلي مالي بالسيارات ما احب السيارات انا مالي. ما احمد شلون اقول لك ما احب ولا اعرف يعني لو جيت تقول الكسنت هذه كم دير ما اعرف طيب مرسيدس هذه مره ما اعرف هذه شنو ما اعرف نايف ترى ينافس زياد احب السيارات وخاصه رياضيون ينافسه مره ترى هذا مدمن لا مدمن سيارات. زياد هين زياد ليفل مختلف زياد لكن انا احبه اي احبه اكون يعني اكون صريح لكني ما لكني ماني بعرف انه هذه وش فرقها عن ذي وهذه وش ما افهم والله تدري اني انا اكره اركب مع زياد مرات لا استمتع لا لا تدري لداعس هنا اموت هو عادي تقدر يمشي 60 بس ما اقدر انا استمتع والله انبسط طيب اسمع ذي شفت شخصيه رايد عمري ما شفتها متى؟ سفرتنا البالي حلو طلعنا جدول البحري وركبنا سلمك الله حاجه زي الموزه اسمه قارب في 6-5 اشخاص يسوق فينا في البحر مربوط بحبل ورايد ركب معنا زليت ركب انا اللي ما كنت ادري زليت ركب انا اللي ما كنت ادري فيه يا جماعه ان اللي يجلسون ورا مو نفس اللي قدام اللي ورا اخوف واخطر مره ورايد جالس في الزاويه ورا اي ورا ومين ساره بدر و وفيرفل لا وانتم قدام انتم مودي اي لا ايوه 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 الزبده ان اللي ساره وزن بس صاير كذا يعني هو مرتفع بزياده ويقلع القارب ويمشي فينا رايد يقول وقف انا متعود على وقف حبه التهويل إيه وقف وقف إيه إيه إيه. وانا اقول له ايش يقول لي هو انت كويسين اقول له اي كذا يعني زيد إيه. ويزيد شفت الموت والله شفت الموت والله والف والف ورا والقى رايدي صايح بسرعه طبيعي اي حق الحماس اي ويزيد السرعه القارب زياده شوي التفت ورا ما عاد لقيت كاب رايد كاب طار طيب كاب جاثوم والله قرب جاثوم والشعر طاير شعر طاير كذا رقية عرفت رقية وهو قاعد يدعس واسمع يا نايف ذيك السبات اللي في حياتي ما سمعتها سبات خلاني اخاف ولف عليه ولف ورا والقى رايد طاير خلاص طاير بدي شفت الموت بعيوني تخيل سبات مسرع بس مسرع صح؟ بس بالمسرع كذا يدور 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 هي تطريشه ما ادري خوف ما ادري ظلام ايه المشكله انه انا سكرات الموت كذا بدا عيوني حلو الزبده اشوف احمد يسوي كذا ابو موت احمد ليه خويي طيب يقول له كذا وذاك يقول له يسرع انا بموت طيب الحين شلون اثبت لاحمد بالصوره هذه اني انا بموت احمد بموت انت تسوي يشوفني كذا يلتفت تقول
وذاك يسرع. الله لا يوفقك. اسمع وشوف شيء رايت ترى انت ما انتبهت لها والله العظيم. يوم الف رايد اللفه الاخيره اللي كانت القاضيه رايد تغمض عينه قلت خلاص هذا بيطيح. والله يا رايد اني شفت وجه فيك ما عمري شفته نفسي يا عيال وجه تغير ارد ما عاد طلعت قلت خلاص بيطيح وش بيده ترتخي وصايح خلاص. ايش سويت بعدها؟ والله لا يعيد اول مره بحياتي 30 سنة ما عمر خفت زي الخوف هذا او اني شفت الموت زي كذا. طيب رايد انت عندك مشكله بالخوف ترى. اي مره اشياء كثير مره يا اخي اقسم بالله اقول شيء يا عيال والله العظيم انه غريب. انا من اغرب الاشياء اللي صراحه اشوفها انه يكون في اشخاص ما يشبهون البعض لا بالحياه ولا بالتصرفات يصيرون اخويه مره. يعني مثلا الاخوه دائما يشبهون بعض. هذا يعجب الاكل الفلاني، هذا يعجب الشيء الفلاني. هم ثلاثه عكس بعض. والله يا عيال اني اغليهم مره. مره. احمد عكسي مره عكسي. ايه تماما. رائد وين؟ رائد مره عكس. انا عكس احمد، احمد عكس رائد. ترى ما نتشابه، والله ما نتشابه. واذا طلعنا مشوار ولا شيء، كل واحد ترى يضغط على نفسه عشان الثاني. ما تشابه. بس سبحان الله خالق بصير. يعني يمكن تشابه بشيء انه كل واحد قلبه سليم الحمد لله على الناس، على لذلك تلقون احيانا عند احمد ولا عند رائد بمنصاتهم دائما نتكلم عن الفائده للناس، دائما نحاول انه الناس تستفيد، كيف المتابعين يستفيدون. فيمكن هذا هو الشيء الوحيد اللي يعني مقوي علاقتنا اكثر من بعض. ترى ما تعرفون شيء، ترى اللي قدامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صوت الفجر. لا صوت الظهر. لا صوت العصر. لا ممتاز. أحمد دقيقة. أنت مثل والله. إيه بس مو والله أنت مثل. رجل في. لا بالعكس أنت مثل. والله أنت مثل. إيه بس ما. والله أنك مثل للناس. أقسم بالله يا أحمد ترى اللي يحبك ويتابعك لما يدري إنك الشيء هذا تسويه والله يا أحمد إنه يدفه إنه يحافظ ويستمر. أنا معك بس ما الثناء بوجه الشخص ما له. سب اللي تبي. هذا قد ذمي. تحرجني كذا ما بدينا ما اقدر اصلا. اللي بيوصل نايف يعني انه شيء يسوي شيء. سلام احمد غير بعيد عن بعيد عن الصوره. والله ما احب السوالف اللي ما راح امدح. تقعد تسولف قدامي احمد كذا كويس. لا يبي منك شيء يا الله لا توعد بشيء. احمد ساعد من يديك كذا 57 دقيقه ليش؟ من دقيقه يا الله مرت من دقيقتين انا اسوي لا يا الله لما تقول احمد كنسلت ما بي يعيبك مشي لكن احمد وشو حلو انه التوقيت هذا ايجابي والله ايه التوقيت هذا انا مستحيل لا والحمد لله بعد الشباب التوقيت عنده يخوف تقول له الساعه 8 57 واقف يبرد وجهك مستحيل انك تسبق انت على الشيء اللي انت بيه لا وبعد في شيء بعد يا جماعه الخير مره مهم انا حتى تعلمته يعني من الشباب اللي هو وشو يعني اذا انجزوا اذا سووا شيء كويس وحس انه توفق والشيء هذا ضبط والله يا جماعة الخير يدقون علي وأنا بجدة نبي نعتمر نبي نشكر الله ترى هذه يا جماعة الخير مرة مهمة إن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك تشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم الله سبحانه وتعالى يزيدك فيجون الشباب ويعتمرون ونعتمر وبرضه مخطين نروح المدينة كله سبحانه رب العالمين أبشرك أنا وصلت الرقم الفلاني أنا وصلت 6 مليون أنا وصلت مثلا مليون أنا وصلت أيا كان نبي نشكر الله هذا يا جماعة الخير درس للواحد إنه بأي صغيرة وكبيرة تشكر الله سبحانه وتعالى يزيدك على الشيء اللي انت شكرته ولئن شكرتم لا أزيدنكم في شيء على طاري القدوة الحسنة والناس اللي في السوشيال ميديا هذه قد تكلمت أنا حتى في مقطع من مقاطعي عنها مو أي شيء يسويه الشخص اللي قدامك المشهور تشوفه صح يعني سواء كانت حاجة زينة أو شيء أتكلم بشكل عام أنا تمام؟ في شخص أمامك أنت تحبه سوى فعل من الأفعال أيا كان مو معناته أن الفعل هذا صحيح ندخل بمثال شخص تتابعه وتحب سوالفه ولكن أن الشخص هذا لعن مثالنا لعن مو معناته أن اللعن عادي ترى هذا كبير من الكبائر أنك تلعن طرد من رحمة الله شخص قدامك تشوفه مثلا في تصوير المقاطع يطلع مع بنات يصور مع بنات يطلع مو بعادي ترى مو حتى لو كنت انت تتابعه حتى لو كان هذا محتواه هنا في خط احمر هنا في غلط ترى احيانا يا جماعه الخير تختلط مشاعرك انه هذا الشخص انت تحبه مره سواء انا احمد رائد ايا كان
يسوي شيء غلط، لا الغلط غلط، الحق أحق أن يتبع، أنك تمشي وراء الحق هو الصح بغض النظر عن الأشخاص. في معركة بدر صارت واحدة من أكبر الأمثلة على هذا الشيء. وش اللي صار يا جماعة الخير بس باختصار بسيط؟ لما فازوا المسلمين على المشركين أسر كثير من المشركين عند المسلمين. المعركة كانت بين مين ومين؟ كانت بين قريش أنفسهم. فكثير من اللي أسروا كفار، لكن في أقارب لهم مسلمين. يعني واحد من المسلمين مثلا يصير مأسور أخوه أو أبوه أو ولد أخوه، فكانوا أقارب مرة كثير. فكانوا وش نسوي، نفديهم ما نفديهم؟ عمر قال لا، ما في فدية، ما في فدية، كل واحد من المسلمين هو مسؤول عن واحد من الكفار، من ناحية أنه يعني قتلوا أو من ناحية أسروا أو من ناحية أي شيء من هذا، من هذا القبيل في المعركة. فكان في فصل، فصل بوشه أنه الحق هو أحق أن يتبع. بغض النظر أنا هذا أحبه، أغطي عليه، مثلا أنا معجب في محتواه، إذا سوى غلط لازم توقف وتقول هذا غلط. صدقوني يا جماعة لو كلنا كذا نتصرف، بدل ما نضحك، بدل ما نسوي لايكات على الأشياء الغلط، كان نفسه صانع المحتوى اللي يخطي يتراجع. وإذا واحد فيكم شاب شيء غلط ممكن يقول أنا كيف، طيب أنا كيف أتصرف، ما وش أسوي؟ مو بشرط أنه يكون في إجراءات تتخذه وتروح تسوي أشياء، لا لا لا، أنت يا الشخص نفسه أهم شيء لا تبادر من شيء طبيعي، لا تروح تحط ضحكة، لا تروح تحط إعجاب، لا تروح تنشر، هذه الأشياء كلها تساعد على أن المحتوى هذا يزيد ويوصل الهدف حقه. تقدر أنك بكل بساطة تسوي مثلاً إبلاغ، إذا ما قد إبلاغ تبلغ على أن هذا المحتوى اللي قدامي غلط أياً كان، أنا ما عجبني المحتوى هذا إبلاغ، تعليق غلط اللي تسويه ما يصير، أياً كان، لكن لا تبين أن الشيء هذا عادي طبيعي، ترى مو طبيعي، وأشياء كثيرة وأمثلة كثيرة الآن الناس قاعد تطلعها وممكن تشوفها بشكل مستمر ويومي وتحسب أن هذا الطبيعي هذا العادي، لا لازم حتى إذا جلست مع أخوياك، حتى لو كلهم فلان شفت مصور مع فلانة أو إنه سوى الشيء الفلاني أو سب فلان بعد مثلا في كود أو شيء، إذا أنت تعرف أنه غلط وقدام حتى أصحابك لا تقول أنه شيء عادي ولا تستحي. لو كل أخوياك تحس أن نظرتهم تتغير عنك إذا قلت شيء حق أنت قوله، ما عليك منهم، اعرف أن هذول ما فيهم خير لك، قول اللي تشوفه حق وصح فيما يرضي الله، خيرها ابعد عنه. صح مرة. هذا اهم، هذا اهم شيء. طيب نايف عطنا قصيصه كذا ننهي فيها تكون فايده لنا وللمتابعين. لا هو في مو بقصه يعني، هو بس في فايده بسيطه. لو تكلمنا عن معركه مثلا بدر، سبحان رب العالمين يا جماعه الخير، من الاشياء اللي تغير تصرفاتك، تغير تصرفاتك هو الاحساس اللي يجيك عن الشيء هذا. صح. بعطيك مثال بسيط، أنت واثق بالله سبحانه وتعالى بشيء، شيء تبغى تسويه أو شيء بيصير، سبحان رب العالمين تعاملك مع هذا الشيء يصير أفضل. ليش؟ لأن ظنك اختلف، تغير. إذا كنت مثلا شاك أن الشيء هذا ما راح ينجح، سبحانه تلقاه أحيانا ما ينجح، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى في معركة بدر صار موقف يعني عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. ايش معناته؟ الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في قبل معركة بدر نام، دخل جو احمد على طول، هذا يسمع قصص ينام. النبي صلى الله عليه وسلم نام قبل معركة بدر، وفي المنام راى ان كفار قريش قليل، ويقول الله سبحانه وتعالى لو شفتهم كثار كان فشلته، بس يوم شافهم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان رب العالمين قلال، اختلفت اختلف الإحساس الآن في باللي بيصير بكرة. وسبحان رب العالمين كان الفرق كبير بينهم، كم كانوا الكفار؟ ألف كانوا ألف، يمكن 3000 في أحد بس ما أنا متذكر بالضبط، بس كانوا ألف. حنا كم كلنا؟ 314، كان فرق كبير، لكن سبحان رب العالمين كانت عليهم الغريب. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه في المنام نوم عادي سبحانه رب العالمين، أحياناً بالمنام تجيك مبشرات، تجيك أشياء خير. النبي صلى الله عليه وسلم نايم فرأى في المنام أنهم أقل، فسبحانه رب العالمين تغيرت المعنويات، سبحانه رب العالمين هزموهم. فهذا من الأشياء اللي تخليك يا جماعة الخير أول شيء تتفائل، وثقتك بالله سبحانه وتعالى بالشيء اللي تبغى تسويه أياً كان، إذا كانت كبيرة سبحانه رب العالمين تتغير نفسيتك، تتغير. مو بأحيانا أنت تروح لأمك تقول يما تكفين ادعي لي بسوي الشيء الفلاني، وإذا دعت سمعتك مثلا الدعوة ترتاح وتحس أنك تبي تنجزه، صح؟ نفس الشيء.
الله يعطيك العافيه شيخ. وياكم يا عيال. العافيه ابو شايش عنك. الله يعافيك. سكنيت انا عن فيني نوم بنام الحين ورب الكعبه. يعطيكم العافيه يا جماعه الخير. كبرت مجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. هذه كفرت المجلس. يعطيكم العافيه نراكم على خير. فمان الله. مع السلامه.